أثر لبنان بدءا من ليل الأربعاء بعاصفة ثلجية تستمر حتى نهاية الأسبوع. الأرصاد الجوية أكدت للجديد أن هذه العاصفة هي كغيرها من العواصف السابقة، وأن الثلوج ستتساقط ابتداء من ارتفاع 1000 متر. يعني شوي هيك صار في شوية تضخيم يعني للموضوع. هي عاصفة عادية يعني شتاء وعواصف عادية واشتداد بسرعة الرياح، يعني شهدنا مثل قبل يعني حدود 70 كيلومتر بالساعة. في انخفاض بدرجة الحرارة وتساقط الثلوج على 1000 متر من الليلة مستمرة للجمعة الظهر، بس يعني أمطار بفترات غزيرة عم بتكون بفترات خفيفة، ثلوج على 1000 متر. ما في أقل من هيك، مش مثل ما كنا متوقعين يعني. هلا بالبقاع ممكن ينزل على 900 متر مش أكثر، عم لك يعني صار في أكثر من مصدر، يمكن في ناس قالوا على 700 متر هون، بس يعني ماكسيموم 900 متر. ظهر البيدر بدأ استعداداته لاحتواء العاصفة، فوضعت الجرافات في حالة تأهب لفتح الطرق التي ستقفلها الثلوج. معظم المناطق الجبلية شهد هدوء ما قبل العاصفة نهارا، وبعض المناطق حيث يزيد الارتفاع على 1500 متر كانت قد سبقتنا إلى استقبال العاصفة. العاصفة التي وعدنا بها منذ أيام بدأت تزين بثلوجها المرتفعات ابتداء من 1500 متر وما فوق، لتعدنا بثلوج على مرتفعات أقل في الساعات القليلة القادمة. من منطقة ترشيش، نوال بري، قناة الجديد.